قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: يا سائلي عن مذهبي وعقيدتي، رزق الهدى من للهداية يسأل. اسمع كلام محق في قوله: لا ينثني عنه ولا يتبدل. حب الصحابة كلهم لي مذهب، ومودة القربى بها أتوسل. ولكلهم قدر على وفضائل، لكنما الصديق منهم أفضل. وأقول في القرآن ما جاءت به آياته فهو الكريم المنزل. وأقول قال الله جل جلاله: والمصطفى الهادي ولا أتأول. وجميع آيات الصفات أمروها حق كما نقل الطراز الأول. وأرد عهدتها إلى نقالها، وأصونها عن كل ما يتخيل. قبحا لمن نبذ القرآن وراءه، وإذا استدل يقول قال الأخ. والمؤمنون يرون حقا ربهم، وإلى السماء بغير كيف ينزل. وأقروا بالميزان والحوض الذي أرجو بأني منه ريا أنهل. وكذا الصراط يمد فوق جهنم، فمسلم ناج وآخر مهمل. والنار يصلاها الشقي بحكمة، وكذا التقي إلى الجنان سيدخل. ولكل حي عاقل في قبره عمل يقارنه هناك ويسأل. هذا اعتقاد الشافعي ومالك وأبي حنيفة ثم أحمد ينقل. فإن اتبعت سبيلهم فموفق، وإن ابتدعت فما عليك معول.